الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا ما لم نكن نعلم، وهو ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي قال معلما لعباده: وقل رب زدني علما. أيها الإخوة، إن موضوعا كموضوع كيف تسأل أهل العلم أو آداب المستفتي من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها المسلم دائما، لأن المسلم لا بد أن يتعرض في حياته لمواقف كثيرة يحتاج إلى السؤال عنها وإلى حوادث وحالات لا يعلم حكمها، ولا بد امتثالا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد عليه أن يسأل، لا بد له أن يسأل أهل العلم، لأن هذه فريضة قد أمر الله بها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وموضوع الفتوى والمفتي والمستفتي من الموضوعات الخطيرة والحساسة التي أفرد لها العلماء الكتب، وصنفوا فيها الرسائل، وتكلموا عنها في كتب أصول الفقه. وموضوع الفتوى موضوع خطير، كيف وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون الهدى، كما قال أحد السلف: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتية. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. هذا المنصب الخطير، منصب الفتية الذي ضاع اليوم بين المسلمين، منصب الفتية الذي ملأه في كثير من بلدان العالم الإسلامي أناس من الجهلة أو من أصحاب الهوى الذين لا يخافون الله عز وجل، من الذين يبيعون الدين بالدرهم والدينار. هؤلاء الذين تورط بهم الناس ورطة كبيرة، فتشعبت الأقوال وتاه الناس ما بين هؤلاء الجهلة، وسلم من خلق الله من أهل العلم أناس قليلون ونفر معدودون يصلحون للفتية يلجأ إليهم المخلصون، وهم الذين يعصمون من الهلكة والوقوع في الهاوية هؤلاء الذين ينبغي على المسلم أن يلجأ إليهم. إن منصب التوقيع عن رب العالمين منصب خطير، والمفتي في الحقيقة يوقع عن رب العالمين، المفتي يوقع عن رب العالمين. الله يفتي، الله يفتي، يسألونك ويستفتونك قل الله يفتيكم. فالمفتي إذن ينوب عن الله في إخبار الناس بأحكام الله، فهو يوقع عن الله، يوقع بالنيابة عن الله، ولذلك صار منصبه جد خطير. وكان الذي يفتي بغير علم إثمه عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. لو قارنا حال الذين يتساهلون اليوم
في إفتاء الناس بحال الصحابة التي ذكرناها قبل قليل وجدنا أمرا عجيبا. اليوم يفتي بعض الناس وهم جهلة، بل ربما يكون المجيب أجهل من السائل. يفتي بعض الناس من أتباع الهوى ويأخذون الأموال على الفتاوى الرخيصة لأجل إرضاء فلان من فلان. قال أبو الفصيم الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وكان ابن عمر إذا سئل قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تولى أمر الناس فضعها في عنقه. وقال: يريدون أن يجعلون جسرا يمرون علينا على جهنم. من هو الذي يقول؟ العالم المجتهد ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه. والشيء الذي يمنع بعض الناس اليوم من أن يقول لا أدري كان لا يمنع الثقات العلماء من السلف أن يقولوا ذلك. سئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري، فقيل: ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمته. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. يقول له السائل: ماذا أرجع إلى الناس؟ ماذا أقول لهم؟ أعطيني أدب. قال: قل لهم يقول الإمام مالك لا أدري. هذا دين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ولقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أفتوا رجلا من أصحابه بغير علم. لما أصابت رجلا شجة في سفر وأصيب بجنابة فسألهم، هو عليه جنابة وفي رأسه شجة والماء من الخطر أن يصل إلى الشجة، قالوا: اغتسل، لا بد لك من الاغتسال. فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العياية والجهل، والجهل شفاء بالسؤال. ولقد كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال أهل العلم أمر قائم. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا. اثنان متخاصمان، كان خادم عند هذا فزنى بامرأته، فسألنا فافتديت منه. قال: فافتديت منه بوليد 100 شاة ووليد ووليدة، أعطيت فدية لقاء ما أفسد زوجتي، لقاء ما أفسد ولدي من زوجته، أعطيته 100 شاة ووليدة. ثم إني سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بكتاب الله، قال: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. فإذا الصحابة كانوا يسألون أهل العلم، أهل العلم الذين يخبرونهم بالفتوى الصحيح. ومن هذا المنطلق نقول في مقدمة هذا الدرس: كيف تسأل أهل العلم؟ نقول أيها الإخوة، سنتحدث إن شاء الله عن مسائل أصولية تتعلق بالسائل المستفتي، وآداب السؤال، آداب سؤال الشيخ والمفتي، وملاحظات على الأسئلة بالهاتف وأسئلة النساء، وبعض الأسئلة التي فيها أخطاء نلقي عليها بعض الضوء. ولن نتحدث في هذه الليلة أكثر عن خطورة منصب الفتية، ولا عن خطورة القول على الله بغير علم، ولا عن عمل المفتي وماذا يجب على المفتي. هذا أمر طويل جدا، ونحن يهمنا الآن المستفتي أو السائل.
فنقول أيها الإخوة، أولا مسائل أصولية تتعلق بالمستفيد. واحد، يجب على المسلم إذا نزلت به حادثة لا يعلم حكمها أن يسأل أهل العلم، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أمر واجب، هذا من صميم الدين، يجب عليه أن يسأل. ثانيا، يجب على المستفتي أن يتحرى وينتقي الأعلم والأورع لسؤاله، فلا يسأل جاهلا ولا صاحب هوى. ولا يجوز للعام سؤال كل من تظاهر بالعلم أو وضع في منصب من قبل جاهل أو فاسق عينه في هذا المنصب. ولا يجوز أن يسأل كل من تصدى للتدريس أو قال للناس اسألوني، وإنما يجب عليه أن يتحرى وأن يبحث وأن ينتقي من يسأل. الرحمن فاسأل به خبيرا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. فإذا لا بد من البحث عن أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا بد من اختيار الأوثق. أنت إذا عرض لك مرض قضية في جسدك وذكر لك طبيبان، فماذا تفعل؟ تسأل من تثق بعلمه في الطب، تذهب إلى الأمهر، إلى الأكثر خبرة، وهكذا. ثلاثة، كيف يعرف العامي أن فلانا أهل للسؤال؟ الجواب، يعرف ذلك بأمور، فمنها التواتر بين الناس والاستفاضة بأن فلان أهل للفتوى. والمقصود بالناس العقلاء العارفين، وليس عوام الناس الذين يلبس عليهم. ففي بعض البلاد يلبس على بعض العامة، يظنون أن يقول لك آلاف من الناس فلان هذا المفتي اسأل فلان، وهذا ملبس عليهم. فما تواتر بين الثقات العارفين والاستفاض بين الناس أن فلان بأن فلان أهل للفتوى عالم، هو الذي. الطريقة الثانية، تزكية العلماء العزول الثقات لفلان بعينه أنه أهل للفتوى، فيقصد ويستفد. أربعة، إذا تعدد المفتون في البلد فماذا يجب على الشخص؟ هل يجب عليه أن يسأل الأعلم ويعرف الأعلم ليسأله، أو يسأل أي واحد منهم ما دام صالح للفتية؟ قال بعض أهل العلم: لا يجب على العام البحث في من هو الأعلم ما دام الجميع أهل للفتوى، وإنما يسأل من يتأثر منهم، خصوصا أنه عسير على العامة في معرفة وتمييز من هو الأعلم. فكيف يعرفون الذي ليس عنده موازين؟ فكيف يميز؟ فهذا يقلد شيخا يثق به صالح للفتوى، يسأله فيقلد. ولما ضل الناس في مسألة التحري نتجت عندنا أمور مهلكة وقضايا مضحكة. وأضرب لكم مثالين من أشياء سمعتها عندنا هنا في البلد في المنطقة. رجل ظاهر من امرأته، قال علي: أنت علي كظهر أمك. ما حكمه في كتاب الله؟ ما حكمه في كتاب الله؟ نعم، ماذا عليه؟ عتق رقبة، ثم صيام شهرين، ثم إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع، بالترتيب. هذا الرجل ذهب إلى إمام مسجد. الناس الآن من المآسي والمصائب الموجودة عندنا أن الناس لا يميزون في السؤال. ذهب إلى إمام مسجد، قال له: كذا كذا المسجد. قال: اجلس، قل ورائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وصار يقرأ هذا الإمام آيات سورة المجادلة، يعني آيات الظهار من سورة المجادلة، والشخص الآخر يقرأ وراءه.
بعد ما انتهت القراءة قال خلاص انتهت، إذا ما عليك شيء. كيف حل المسألة الآن؟ قرأ، قال اقرأ وراءه، قرأ آيات سورة المجادلة، اقرأ ورائي وخلاص ما عليك شيء. مع أن المفروض أن يقول اسمع حكم الله في المسألة ثم يقول سمعت حكم الله اذهب ونفسك، لكن هذا قرأ له الآيات قال اقرأها ورائي، قرأ ورائي خلاص إذا ما عليك. ورجل آخر، مثال آخر واقعي، رجل وطئ امرأته في نهار رمضان، ما حكم الله في المسألة؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين. المسألة فيها تغليظ، القضية قضية عقوبة، ليست المسألة مسألة هزل. فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. ذهب إلى واحد أسأل ممن هب وزر، أقرب شخص أو إمام مسجد لا يخاف الله، قال أنا فعلت كذا وكذا، قال هذه بسيطة، عليك إطعام 60 مسكين، 30 عليك 30 على ذلك. شوف حتى 60 ما في عليه، ما يعرض الله قسمه بالنص، قال عليك 30 على ذلك. فإذا وأمثلة هذا كثير جدا، هناك أناس يحلون ما حرم الله، هناك أناس يحلون ما علم من الدين بالضرورة مثل الربا وغيره، هناك أناس يحلون نكاح المتعة، وهناك أناس يحلون أشياء كثيرة جدا من الحرام، الحرام الذي أطبقت عليه الأمة وعلم بالضرورة أنه حرام، ولكن من الناس من لا يخاف الله ويتجرأ، ليس عنده أدنى مانع من أن يعطي الناس الأريح ويعطي الناس الرخص، يكفي بالرخص الضالة الكاذبة ويجعل دين الله ملعبه. وبعضهم يزعم أن هذا وسيلة للدعوة، أن يرخص للناس ويخفف على الناس فيكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى علماء الأمة، ويعطي الناس أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، أو يوجب على الناس أشياء ما تجب عليهم. يأتي واحد في الحج يسأل جاهل يقول فعلت كذا، يقول هذه دم وهذه دم وهذه دم وهذه دم، 5 دماء 6 دماء، وربما ولا واحد فيها ما فيه دم. فإذا أيضا قضية إيجاب ما لا يجب على الناس هذا حرام أيضا. فقضية تحليل الحرام أو تحريم الحلال وقضية إيجاب ما لا يجب كله ليس من دين الله ولا من شرعه. 4 يجب عليه، نعم 5 يجب عليه، يجب على العام أن يعلم نبذة عن أسباب الاختلاف بين العلماء. لماذا؟ لأن العامة الآن يسألون علماء أو مشايخ ويسمعون فتاوى العلماء، فإذا جاء مثلا في قضية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، سمع عالم يقول يجب أن يقرأ، ثم سمع عالم يقول يجب أن لا يقرأ، لا يجب أن يقرأ، واحد يقول يجب أن يقرأ، واحد يقول لا يجب أن يقرأ، بل ربما قال لا يجب أن يقرأ وعليه الإنصار. يأتي في زكاة الحلي يسمع شيخا يقول تجب الزكاة في الحلي، امرأة تسمع شيخا يقول تجب الزكاة في الحلي تجب، ثم تسمع مفتيا آخر يقول لا تجب إذا كان مستعملا أو تجب في العمر مرة، وهكذا من في حال كثير من مسائل خلافية. فالعام إذا ما كان يعلم نبذة في أسباب خلاف العلماء يتيه ويضيع ويقول ضيعون العلماء، هذا الدين صار صعب، العلماء هذول لماذا يختلف، لماذا صار الدين هكذا، وبالتالي يتصور الدين تصورا عجيبا. لكنه لو علم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلفوا، وأن الخلاف من طبيعة البشر، وأن أفهام العلماء تتفاوت، وأن العالم الفلاني قد يصل إليه الدليل وعالم لا يصل إليه الدليل، عالم يصح عنده الدليل وعالم لا يصح عنده الدليل، عالم يفهم الدليل من جهة والآخر يفهمه من جهة أخرى، عالم يظن أن هذا هو الناسخ والآخر المنسوخ، وعالم آخر ينظر أن العكس هو الصحيح، أن الشخص المنسوخ الذي رآه ذلك العالم هو الناسخ والناسخ هو المنسوخ والخاص هو العام والعام هو الخاص. فإذا هذا الاختلاف
الطبيعي في أفهام البشر، وما دام أنهم كلهم ثقات علماء فإذا من الطبيعي أن يختلفوا، اختلافهم مقبول، وعلى العام أن يتحرى الأعلم ليسأله. سادسا، لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطل بخلاف ما أفتاه. واحد يعلم أن الأمر في الباطل حقيقة خلاف ما أفتى المفتي، أو لشكه فيه، أو لجهله، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطل بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، لأنه اثنين ذهب إلى قاضي، واحد متق واحد مبطل، لكن المبطل اللي على الباطل ألحن وأقدر على التعبير وعلى الإقناع، فأقنع القاضي، حكم له القاضي، حكم القاضي يجعل المال حلالا عليه، لا يجعل المال حلالا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطل، سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطل، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فتواه، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليه. فإذا كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة. فإذا القاعدة التي أو المثل العام الذي يقول بعض الناس: حط بينك وبين النار شيخ، أوضعها في رقبة عالم أخرج منها سالم، يعني اسأل واحد وإذا أفتاك خلاص امشي عليها. فإذا كان العامي الشخص السائل يعلم أن هذا المفتي ليس بأهل، أو أنه لم يفهم السؤال، أو أن أخفى عليه أشياء وأفتى المفتي بناء على الجزء المقدم إليه، فلا يجوز للعامي أن يعمل بهذه الفتوى. لكن لو وضح القضية وأجاب عنها العالم الثقة فلا يصح أن يخرج عنه بدون شيء شرعي، لا يصح، يجب عليه أن يلتزم، ما دام سأل أعطي الجواب يجب عليه أن يلتزم ولا يتهرب. لكن إذا كان يعلم أن الأمر الذي أفتى به المفتي بخلاف الحق، خلاف الحقيقة، فلا يجوز له أن يقول: والله ما دام أفتى فيها أخبر فلان إذن خلص برئت ذمتي وعودتي، لا يجوز له ذلك. سادسا، قال ابن القيم رحمه الله: إذا نزلت العام نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأل، ماذا يفعل؟ أنت في سفر أو في مكان ما وجدت عالم، ماذا تفعل؟ قال: الصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولا بد أن تكون السفر مائلة إلى الحق، ولا بد أن يقومها عليه بعض الأمارات، أن يقوم الإمارات، تكون هناك أمارات على أن الحق في المسألة كذا وكذا، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المركبة. استفتي إذن هنا في هذه الحالة لما وجد يتحرى يتقي الله ما استطاع، ويعمل بما ظهر لديه، ويستغفر الله، ويتوب إلى الله، ويسأل الله الصواب، أن يلهمه الصواب، يهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويعمل. ثم بعد ذلك يسأل إذا وجد الشيخ أو المفتي، فإذا كان يجب عليه استدراك شيء استدركه. سابعا، إذا حصلت له حادثة فسأل فأفتي ثم حصلت له الحادثة مرة أخرى، هل يلزمه تجديد السؤال لاحتمال أن رأي المفتي قد تغير مثلا؟ الصحيح أنه لا يلزمه، والأصل استمرار الفتوى على ما يفعل. ثامنا، ويجوز للمستفتي صاحب المسألة أن يستفتي بنفسه، وهذا الأصل، أو أن يخلد ثقة يقبل خبره فيقول له: اسألني العالم،
ينتقي واحد عاقل يحسن النقل يحسن الإيضاح يحفظ يضبط ويقول اسأل العالم، وله أن يأخذ بالجواب الذي جاء عن طريق هذا الشخص. تاسعا، إذا سمع العام أكثر من فتوى في المسألة فماذا يفعل؟ الجواب، طبعا بعض العلماء قال يأخذ بالأغلب، بعضهم قال يأخذ بالأخف، بعضهم قال يسأل ثالثا يرجح له بقى. لكن الصواب والله أعلم كما ذكر بعض أهل العلم أنه يتحرى الأعلم والأوثق فيقلده، يتحرى الأعلم والأوثق فيقلده فيقلده، وهذا في الغالب ليس بمتعذر. عاشرا، لا يجوز للعام أن يتخير بين الأقوال فيفتح كتابا في علم الخلاف ويعرف مثل المسألة، يقول زكاة الحلي في من يقول يجب كل سنة، في من يقول يجب مرة في العمر، في من يقول يجب إذا لبس، في من يقول لا يجب أبدا. إذا أحسن شيء هذا أنتقي مثلا أنه يجب مرة في العمر، خلنا نأخذ وسط لا كذا ولا كذا، هذا منهج يصلح أن يفعل هذا. الجواب لا يجوز، لا يجوز للعام أن يتخير بين الأقوال فيفتح كتاب خلاف وينتقي قوله، أو يأخذ فتاوى وينتقي منها عشوائيا. يجب عليه أن يقلد الأعلم إغلاقا لباب الهوى وباب تتبع الرخص وهكذا. ولذلك أعطيكم مثال في مسائل، في بعض كتب مناسك الحج، بعض كتب مناسك الحج التي توزع وتباع بين الحجاج، يعطيك مثلا يقول الشيء الفلاني، مثلا محظورات الإحرام، الشيء الفلاني عند أبي حنيفة مثلا جائز، عند مالك حرام، عند أحمد مكروه، عند الشافعي مثلا ومحرم ونحن ذلك. فعنده جدول المذاهب الأربعة، يجي يفتح الكتاب يقول نأخذ مثلا، نأخذ مرة هذه نأخذ أبي حنيفة مثلا. المسألة اللي بعدها شيء آخر يقول والله مذهب الشافعي أسهل، نأخذ بالشافعي. يفتح، وهذا ولذلك الذين يطبعون هذه الكتب يذيعونها للعامة ماذا يصلون إليه الحقيقة؟ ومن من الحجاج الآن متمذهب بمذهب بحيث أنه الآن يقلد صاحب المذهب؟ قليل. ثم ما صحة هذا النقل وهذه الكتب؟ وننتقل الآن بعد هذه المسائل الأصولية للمفتي إلى قضية الأدب في سؤال المستفتي، أو كيف تسأل أهل العلم من جهة الأدب بالسؤال، من جهة طرح السؤال. أما السؤال أيها الإخوة، السؤال هذا وسيلة عظيمة جدا لتحصيل العلم. العلم خزائن والسؤالات مفاتيحه. السؤال منفذ كبير لطلب العلم، السؤال جلو تغرف به من بحور العلم، السؤال يفتح لك آفاق، السؤال يزيل الإشكال، السؤال وسيلة للفهم. السؤال إذن قضية خطيرة يجب أن لا نلعب بها، وأن نعطيها وزنها وحقها. فلننتقل إذن الآن للكلام عن كيفية السؤال، كيف تسأل أهل العلم؟ ما هو الأدب مع المستفتي؟ المستفتي كيف يفعل؟ ينبغي على المستفتي أن يتأدب مع المستفتي، وينبغي على السائل أن يتأدب مع الشيخ، ينبغي على العالم العامي أن يتأدب مع العالم. قال أهل العلم في هذه المسألة فيبدله في الخطاب، لا يقول يا فلان، إما أن يكنيه يقول يا أبا فلان أو يا أيها الشيخ الجليل مثلا، يبدله في الخطاب، أو أنه يأتيه بصيغة الجمع، ما قولكم حفظكم الله أو رحمكم الله في المسألة الفلانية، ولا يومئ بيده في وجهه يؤشر له طالع نازل يمين ويسار شرحا، وإنما يتأدب بالخطاب. ولا يقول إذا أجابه الشيخ يقول أيوه هذا كان رأي من الله، أيوه أنا هكذا قلت، نفس الشيء سبحان الله. أو
أن يقول لكن فلان أفتاني بخلاف قولي، لكن واحد شيخ آخر قال غير اللي تقول غير ما قلت. وكذلك قال لا يسأله على حالة قدر أو هم وغير ذلك مما يشغل القلب. وكان بعضهم من أدبه، طبعا العلماء تكلموا في الكتب عن قضية رقعة الفتوى، رقعة الاستفتاء كيف ينبغي أن تكون، أن تكون يكون الخط واضح، نعم، وأن يضع فيها كل المعلومات، وأن يجعل فيها فراغا للكتابة. بعض الناس يعطيك يعطي الشيخ ورقة، السؤال ما لي الورقة، وين الشيخ الجواب؟ يجيب الورقة من عند ورقة أخرى وتلاو بورقة. حتى الرقعة التي فيها الفتوى تكلموا في وصفها وكيف ينبغي أن تكون. المهم الشاهد بلغ الأدب من بعضهم أنه كان يدفع الرقعة إلى المفتي منشورة مفتوحة ولا يحوجه إلى فتوى، ويأخذها من يده إذا أفتى مباشرة مفتوحة حتى لا يحوجه إلى طيها. ولا يصلح أن يستعمل الجفاء بأن يناديه باسمه كما ذكرنا، أو يقول يا أخ يا هين يا أنت يا فلان أنت، كما يقع لبعضنا، وإنما يناديه بلقب حسن ويقرن ذلك بالدعاء، كان يقول غفر الله لك أو أحسن الله إليك أو أحسن الله عملك أو رضي الله عنك أو أثابك الله أو وفقك الله أو نفع الله بعلمك. وحتى يأتي بكلمة مواساة، أرجو أن لا أشق عليك، عسى أن لا أشق عليك، ما حكم كذا. بعض الناس يود الشيخ أن لا يسأله ولا سؤال واحد من سوء أدبه ولو كان الشيخ مرتاح، وبعضهم يود الشيخ أن يسأله زيادة ولو كان الشيخ متعبا مما يرى من حسن أدبه. بعض الناس من الناس ممكن تقول أرباب الشوارع إذا خطر ببالي أن يسأل مسألة، قلة أدبه في الشارع تنتقل إلى خطابه للشيخ ولا يتخلصون من لكنة الشوارع. فإذا سأل شيخ وقال له الجواب قال في ذمتك كذا، أنت متأكد متأكد؟ واحد يسأل عالم كبير يجاب يجاب يقول أنت متأكد من الكلام هذا؟ أكيد؟ سبحان الله. يعني حتى الأعراب لما جاء أحد قال ابن عبد المطلب قال لبيك، نعم، قال إني أسائلك فنسدد عليك في المسألة فلا تجد علي فيها. هذا كان أسلوب الأعرابي كاملا من الصحراء، لكن قال فلا تجد عن يدنا، قال آل الله. وهؤلاء يقولون في زماننا كلاما من الرعونة وقلة الأدب شيء عجيب. أو مثلا إذا جاء يشرح له القضية فأجاب الشيخ قال كذا، قال لا قال ما فهمت السؤال، ركز يا شيخ ما فهمت السؤال، انتبه معي خلك معي. وبعضهم بعض الناس من طريقته في الشرح أنه يجعل المخاطب يعني يتكلم بضمير المخاطب، فمثلا يقول افرض يا شيخ أنك مثلا فعل كذا وكذا وكذا، إيش يكون الجواب؟ وقد يكون هذا الفعل كذا وكذا قد يكون طامة من طامة، فمثلا قد يقول مثلا يا شيخ مثلا أنت زنيت مثلا والمرأة التي زنيت بها كذا كذا كيف؟ أو يقول مثلا يا شيخ أنت تعمل في شركة مثلا من قبل 10 سنوات مثلا، ثم أن يدك امتدت وأخذت من الخزينة وسرقت مثلا، وأنت الآن لا تدري كم سرقت، فكم كيف تفعل الآن؟ فهذه عبارات فاحشة وسوء أدب ما بعده سوء. وكما قلت لكم أيها الأخوة، عبارات بعض الناس كأنها تقول للشيخ، كأن الشيخ يقول اسألني زيادة، وبعض العبارات تستك منها المسامع، يود لو أنه أغلق الهاتف إن كان هذا أو أنه صرفه عن وجهه من سوء أدبه. والعلماء طبعا تكلموا في أداب المفتي كيف يكون صدره واسع وكيف يستقبل كيف يتغاضى ويتجاوز، لكن المستفتي يجب أن يكون مؤدب بالسؤال. إذا أراد أحدهم أن يسأل وزيها أو وزيرا أو عظيما تأدب غاية التأثير. حتى
إذا أراد أن يسأل مدير في دائرة، المدير إذا سمحت لي ويكون صدرك وسيع واسع، وإذا جاء يسأل شيخ وعالم عفاه من هذه الكلمات العجيبة. وكذلك ينبغي على السائل أن ينتبه، فربما فهم الشيخ السؤال وهو يظن أن الشيخ ماذا يسأل. الآن الأسئلة كثير من الأسئلة متشابهة، الشيخ يمكن سمع السؤال هذا 50 مرة، 100 مرة، 1000 مرة، 1000 المرات قبل ذلك. وبعض السائلين يظن أنه يسأل السؤال هذا لأول مرة وأنه ما سبق الشيخ سؤال هذا السؤال، يظن ذلك. فربما الشيخ يفهم السؤال من الوهلة الأولى، من أول العبارات يفهم الشيخ السؤال فيجيبه، فيظن الشخص يقول لا لحظة لحظة دعني أكمل، دعني أكمل، افهم معي جيدا. فالشيخ يقول له أنا فهمت سؤالك، يقول لا لا دعني أوضح. فإذا كان الشيخ فهم السؤال فأجابه الحمد لله، فإذا سمع الجواب وظن أن الشيخ لم يفهم أتى له بالعبارات الزائدة، أتى له بالعبارات الزائدة بلطف. لذلك واحد كان يقول لإياس، قال أنا أكره فيك ثلاثة، إياس الطابق، أكره فيك ثلاثة أنك تحكم قبل أن تفهم، مع أن إياس من أذكياء العالم، كيف يحكم؟ هو يتواهم الخصم أنه يحكم قبل أن يفهم، لكنه فهمه، فهمه. ومن الأدب كذلك أن لا يقاطع الشيخ أثناء الإجابة، لا يقاطع أثناء الإجابة، يمضي يتمهل حتى يقضي الشيخ كلامه ثم يقول ما يريد أن يقوله من الاعتراض أو الاستشكال مثلا، أو سؤال زائد أو فرعية في الكلام، أو سؤال عن لفظة غريبة وردت في كلام الشيخ مثلا. ولا يستعجل، فقد تأتي مسألته بعد قليل، وقد يكون الشيخ يريد أن يعلمه شيئا أهم من الشيء الذي يسأل عنه. أحيانا دي واحد يسأل فالشيخ يعطيه مقدمة، مقدمة مهمة جدا أهم من السؤال، فيقول لا لا هذا ما هو سؤالي. طب انتبه أنت الآن، يمكن هذا الكلام تنتفع به سنوات بقية عمرك. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن إطالة القراءة في سنة الفجر، فقال ابن عمر إيش المسألة؟ إطالة القراءة في سنة الفجر. فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فقاطع قلت لست عن هذا أسألك. فقال إنك لضخم. ابن عمر يقول إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ انتظر الجواب في بقية الحديث، أنا أتي لك بالحديث من أول تستفيد. ومعنى ضخم أشار إلى الغباوة، إشارة إلى الغباوة وقلة الأدب، وإنما قال له ذلك لأنه قاطعه وعاجله قبل أن يفرغ من كلامه. وبعض الناس أيضا يعاملون بعض الشيوخ والمفتين والعلماء كأنهم موظفين يأخذون أجرا على الاستفتاءات، وأنه موظف موجود لكي يجيب وأنه لا بد أن يجيب. وغالب وقد يكون الشيخ محتسبا لا يأخذ أجرا على ذلك، ولا أحد أعطاه أجر على أن يجلس عند الهاتف بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، أو أنه يجلس في المسجد يسلي الناس، ما أحد أعطاه أجر على هذا، هذا متبرع من عنده. فبعض الناس يسألون الشيخ كأن الشيخ موظف لا بد أن يجيب ويأخذ عليها أجر، وكأنه يقول علل راتبك، هات انتظر هات الجواب. وخصوصا الذين يسألون المشايخ في بيوتهم، في بيته من من الذي أعطى قال اجلس في بيتك وخذ مرتب على الإسلام من الساعة كذا إلى الساعة كذا. وكذلك لا بد للمستفتي إذا أراد أن يستفتي في مسألة فيها حرج أن يقدم بين يدي الاستفتاء بعبارات تدل على تحرجه وأنه لا يريد الفحش في الكلام. فبعض الناس يقول مثلا إن الله لا يستحي من الحق، يا شيخ ما حكم فيه، أو لا حياء في الدين ما حكم فيه، أو إني أريد أن أسألك عن مسألة لكني متحرجا فيها ولكن لا بد من السؤال.
ويعطيه السؤال. وبعض الناس لا يبالي بذلك ويذكر توصيفات وأشياء تتعلق بالعورات، تتعلق بأمور من هذا القبيل بدون أي تقديم، ولا يظهر لشيء تحرج السائل، بل يظهر له قلة أدب في السؤال. فإذا لابد من شيء من التقديم، لا مؤاخذة، ما معنى كذا وكذا. لكن بعض الناس رأينا في المجالس ناس يقول يا شيخ ما معنى حتى تذوق عصيلتها، ما وجد يعني طريقتهم واضحة أنهم يريدون الفحش، طريقتهم واضحة. بعض هؤلاء الناس الذين يريدون إظهار المشايخ بمظهر يعني أو أن يستدرجوهم للسلام في قضايا من مثل هذا القبيل، ما معنى حتى تذوق عصيلتها؟ وقد يكون يعرف الجواب، لكن هذا موجود في المجتمع. ثم إنه ينبغي على المستفتي إذا أحس أن الشيخ يريد بجوابه إبعاده عن الموضوع وصرفه عنه أن لا يقول لا يا أنك تقول لي حرام حتى أتركه، أو أنك تقول له ليس لي حرام. فأحيانا بعض المشايخ يتورع أو تكون مسألة من المشتبهات أو من المكروهات، وهذا كثير جدا. فيقول الشيخ مثلا لا أنصح بهذا، أرى أن تترك ذلك، أرى أن تترك هذا الشيء. فيقول لا أبدك حرام ولا لا، لا بد يكون. لماذا؟ لأن هذا السائل ما عنده شيء اسمه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا عنده شيء اسمه اتق الشبهات أبدا، ولا عنده شيء اسمه فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو هذا مستواه، ما عنده. يقول لا أكمل، إذا حرام خلاص، وإذا حلال، إذا ما هو حرام سأفعل. طيب الشيخ يريد أن يعلمك ترك الشبهات، يريد أن يعلمك خلاف الأولى، أن هذا خلاف الأولى لا تفعل، فتجد هذا يلزم. وأحيانا يقول لا يجوز الحرام، يعني حتى بعضهم لا يفهم أن لا يجوز يعني يأثم لو فعل، فيريد كلمة حرام، يريد كلمة حرام بالنص، فيفوت مقصد من مقاصد الشيخ الإجابة. وكذلك من آفات المستفتين أن بعضهم يتبرع بالسؤال عن شخص آخر، فيقول لواحد الناس أنا أسأل لك، ويذهب بغير معلومات كافية للشيخ، فإذا ويسأل الشيخ، فإذا استفصل منه الشيخ قال والله لا أدري، ما عندي هذا، بهذه ما عندي. طيب الفتوى كلها تتوقف على هذا الأمر، كما قال أحد السلف لسائل من هذا النوع، قال ليتك إذ دريت دريت أنا، ليتك إذ دريت دريت أنا، لو أنك أعلمتني بالشيء الناقص لأعلمتك بالجواب. ومن الآفات كذلك آفات المستفتين، وهذا شيء كثير متكرر، ذكر معلومات لا داعي لها ولا تؤثر في الفتوى من قبل ولا بعد، وتجد لذلك الأوراق فيها معلومات كثيرة، أو الدقائق تضيع بالهاتف في معلومات كثيرة لا داعي لها، في مثلا أسماء أشخاص أو أعمار أو أسماء أماكن، أسماء أماكن مثلا، أو وقت معين، ساعة معينة ليس لها تعلق. بعض المعلومات لها تعلق بالفتوى، لكن بعض المعلومات ليس لها تعلق، ويمكن لو فكر قليلا لاختصر السؤال. من الواحد يقول يا شيخ سافرت إلى أمريكا قبل 5 سنوات ومعي أهل، وذهبت لأدرس علم كذا، وذهبنا إلى مكان معين فيه مسبح، وجلست عند المسبح، فجعلت أولادي يسبحون، فجاء واحد ولدي اسمه مثلا سعيد وقال لي انتبه للولد هذا سعيد وهو يسبح، وتكفى الله يرضى عليك انتبه له، ووصاني عليه وحرصني وأكد علي، ثم نزل الولد يسبح، والمسبح فيه قسمين، قسم عميق قسم سطح،
وأنا أتكلم مع واحد بجانبي، ثم انتهيت عن الولد، فبعد ذلك واحد من الناس صاح، قال في واحد غريب، جبنا المنقذ الأول، نزل أول مرة ما وجده، نزل ثاني مرة ما وجده، جاب واحد ثاني نزل واستخرج الجثة، واتصلنا بالإسعاف واستخرج الرجل الولد حطوه على جنب وعملوا له تنفس صناعي، واستيقظ في المرة الأولى يعني أنه انتفع بها وأخذوه سيارة الإسعاف، ثم مات في الطريق. والسؤال يا شيخ، ماذا يجب علي الآن من جهة مثلا علي تبيا؟ طيب، هذا السؤال هذا شيء واقعي الآن، أنا أقول لكم أشياء واقعية يعني حصلت. يعني ممكن ببساطة تقول: أوصاني رجل أن أنتبه لولده الذي نزل إلى المسبح، فانشغلت عن الولد فغرق الولد ومات. علي شيء؟ شوف، صفحة طويلة أو صفحتين أو ثلاث صفحات ممكن تختصرها بسطر أو سطر ونصف. فبعض الناس يعيشون بين وسوسة أن يقول للشيخ اسمع قصتي من أوله، وأنه لا بد أن يذكر كل شيء. بعض الناس يقول يمكن الجزئية هذه مهمة، لا بد نقول للشيخ كل شيء، كل حاجة بالتفصيل. طيب، في فرق عند الشيخ بين ان الولد اسمه سعيد ولا اسمه عمرو ولا اسمه رضا ولا اسمه زيد؟ في فرق ان حادث الغرق صارت في امريكا ولا في الهند مثلا؟ في فرق ان الولد مات فورا او مات بعدها بساعات؟ لكن كثير من السائلين لا يفكر في المعلومات المهمه في الفتوى والمعلومات غير المهمه، ثم يريد بعد ذلك من الشيخ أن يتسع صدره لكل التفاصيل، وأنه لابد أن يستمع للقصة، وإذا الشيخ ما استمع لكل القصة وقال اختصر وعجل وهات النهاية، قال ليش المشايخ ما يعطون فرصة الواحد يتكلم؟ ليش هؤلاء المشايخ متكبرين على القلب؟ ولماذا كذا وهكذا؟ وعلى لا يفكر أيضا أن هذا الشيخ وراءه أناس كثيرون يريدون أن يسألوا، وأنه ليس هو الذي على حسابه تهدر أوقات الشيخ. ومن أيضا الأشياء المهمة في المقابل، يعني هذا الآن زيادة، في المقابل حجب معلومات مهمة خيانة في عرض السؤال، مثل إخفاء أمر طلقتين ثم يسأل عن طلقة ثالثة. حصلت إذا حصلت فقال الشيخ راجعها، إذا حصلت راجعها. طيب، وأمر الطلقتين اللي قبل هذه إذا حصلت الثالثة انتهت القضية. أو يحذف بعض الورقة، يقول شيخ مثلا عندي مثلا مات أبي أو مات أخي وترك كذا وكذا وكذا، ويحذف بعض أسماء الورقة. طيب، هذه تفرق كثير. يمكن الآن بعض المذكورين ما لهم شيء أصلا، أو يمكن الأنصبة تختلف، أنصبة الميراث تختلف الآن. أنت حجبت عن الشيخ أسماء، حجبت عن الشيخ ذكر بعض الورثة. طيب، بعض الورثة هؤلاء الذين ما ذكرتهم اختلفت المسألة تماما. هذه إساءة أدب أن يطرح نصف القضية، بعضهم يطرح نصف القضية وينتظر الجواب بعد ما يقول الشيخ، يقول لكن يا شيخ ذكرته. طيب، من أول تكلم، خذ مثال. واحد يقول يا شيخ أحرمنا من الميقات وذهبنا إلى جدة أنا وزوجتي، وجلسنا يومين بإحرامنا في جدة، ثم ذهبنا إلى مكة وأدينا العمرة، إيش حكم العمرة؟ صحيح، كونه جلس يومين في جدة بإحرامه ما يؤثر. فقال الشيخ العمرة صحيحة. قال لكن يا شيخ أنا جمعت زوجتي في جدة. طيب، يعني شوف الآن المسألة فيها اختلفت. الآن إذا يلزمه إمضاء العمرة الفاسدة ودم، وأن يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي جاء منه، فالمسألة من أول، يعني أنت تعلم أن المسألة المركز السؤال هنا في قضية جماع الزوجة، فلماذا أخرته وأهدرت الوقت؟
وبعضهم. ولذلك أيها الإخوة الحل الآن نحن في مسألة المعلومات التي لا داعي لها وحذف المعلومات المهمة. أقول إن الحل في كثير من الأحيان لهذه الإشكالات كتابة السؤال قبل طرحه على الشيء. كتابة السؤال قبل طرحه على الشيء. كتابة السؤال يعطي السؤال جدية. كتابة السؤال يمكنك من انتقاء التعابير المناسبة. كتابة السؤال تمكنك من مراجعة المعلومات المهمة وفي توفير وقت عليك وعلى الشيخ. اقرأ السؤال مرة واحدة قبل أن تقرأه على الشيخ. اقرأه مرة واحدة. بعض الناس يكتبوا أسئلة ويدفعها يا شيخ، لكن ربما لو قرأها مرة أخرى لحذف شيئا لا داعي له. عدل سؤال كلمة غير واضحة مثلا وعدلها. أخطأ، اكتب السؤال واقرأ السؤال بعد أن تكتبه. كتابة السؤال يوفر أوقات كثيرة. ثم لابد طبعا جماعة السؤال أمانة، السؤال أمانة، فكون بعض الناس يحرفون ويغيرون هذا لا يغني عين من الله شيئا. كون الشيخ أفتاك على شيء أنت حذفت منه معلومات تظن أنه الآن برئت ذمتك وخرجت منها، أنت تكذب على نفسك وتخادع الله. خادع نفسك. يخادعون الله وهو خادعون، يخادعون الله وهو خادعون. ولذلك بعض المفتين الحاذقين الأذكياء يقول للسائل إذا كان الواقع كما ذكرت فالجواب كذب، إذا كانت المسألة كما صورتها فالجواب كذب، إن كان ما تقوله حقا فالجواب كذب. هذا جيد من المفتي أن يفعل ذلك. لماذا؟ لينبه السائل انك اذا حذفت معلومات او غيرت او بدلت السؤال ترى ما يغني شيء، الجواب هذا ما ينطبق عليك على السؤال المساله الحقيقيه. ومن الاداب كذلك الاستعداد قبل السؤال، الاستعداد النفسي وتهيئه المكان او تهيئه النفس. مثلا بعض الناس قد يتصل بالهاتف ليسال الشيخ ولا يجهز نفسه او يذهب مثلا الى غرفه هادئه نعم أو يكتب السؤال أمامه فيتصل مشغول، يتصل مشغول 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 مشغول، يطلع في المرة العاشرة نعم يقول الشيخ نعم السلام عليكم السلام والله شيخ نسيت السؤال، فاجأت فيك ونسيت السؤال. طيب اكتب السؤال، اكتب السؤال ثم اطرحه أتذكر. وجئت بردك يا شيخ ونسيت كل الأسئلة، كل الأسئلة كان عندي 100 سؤال لكن كل ما أتصل أتصل ما في الأخير لما وجدتك تبخرت كل ضاعت كل الناس. أو لحظة يا شيخ واحد يدق الباب، لحظة يا شيخ الخط الثاني يشتغل، لحظة يا شيخ الولد يلعب بالتليفون، لحظة يا شيخ الزوج يتكلم. طيب أنت هيئ مكانا مكانا ثم لو طارئ لعله يعذرك، لكن لابد أن تهيئ مكانا وأن تجهز نفسك. تضع ورقة الأسئلة أمامك، أحيانا واحد يتصل على الشيخ ثم يقول لحظة يا شيخ أدور على ورقة الأسئلة ضاعت بين الأواخر. فإذا لابد من الإعداد والتجهيز أن الآن هذا سؤال عالم، سؤال العالم يجب أن يحترم ويوقر ويحفظ وقته، وتحفظ أنت ما أوجهك أيضا ولا تجب نفسك الكلام الذي لا داعي له. كذلك من الأمور القبيحة جدا وأشرنا إليها ونعيد التأكيد عليها سعي بعض السؤال من أصحاب النوايا السيئة إلى أن يصادم كلام المفتين بعضهم ببعض، فيقول له بعض أن يجيب الشيخ يقول لكن الشيخ الفلاني قال بخلاف قوله أو قال غير خلاف مثلا، فهذا قلنا ليس من الأدب. وماذا تقصد؟ هل تريد أن تخرجه؟ تريد أن تخرجه؟ لماذا اتصلت أصلا؟ ما هو الباعث لك على العمل؟ ومن الأمور التي ينبغي أن يحذر منها كذلك صياغة السؤال بطريقة تقود الشيخ للإجابة التي يريدها السائل وعدم التجرد في طرح السؤال. بعض الأحيان تقرأ أسئلة خلاص ما بقي باقي الشيخ بس يرسم عليها أو يضع ختمه فقط، ولذلك لابد أن يتجرد السائل، أن يتجرد السائل أثناء الكتابة ولا يكتب أو لا يتكلم بشيء كأنه يملي على الشيخ الجواب،
يقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا وانت تعلم، انت تعلم يا شيخ هذا منهي عنه وهذا كذا، فما هو الحكم؟ طيب فكان ماذا؟ طيب بماذا تقصدون؟ ومن الامور الخطيره ايضا ما يعمد اليه بعض الناس المتخاصمين في مساله شرعيه، فيتخاصمون في المساله، كل واحد يقول هذه حكمه كذا، الاخر يقول حكمه كذا، طيب نتحاكم الى شيء، كل واحد يزين الواقعة، يزين الواقعة من حسب ما يوافق القول الذي قال به، يزين الواقعة والحادثة ويكيفها بحسب، لا بحسب ما حدثت كما هي الأمانة، وإنما بحسب ما قاله هو لصاحبه واختلف عليه. وكثير الناس يحصل بينهم في مجلس شيء يتحدوا بعض، طيب نتصل به فيرفع السماعة ويتصل، فلا بد إذن من التجرد، ولا يصح أن تجعل كلام الشيخ لتنتصر لنفسك، وإنما تجعل كلام الشيخ لتنتصر للحق. فكثير من الناس يريد من الشيخ أن يوافق قوله، ولو الشيخ قال بخلافه لقال بس يا شيخ يعني انظر في المسألة، يعني كأنه يريد أن يوافق الشيخ قوله حتى لا يرجع إلى الناس بجواب يحرج به. فإذا ما هو هدفنا؟ البحث عن الحق أو إفحام الناس؟ ما هو هدفنا؟ البحث عن الحق أو أن نظهر نحن بمظهر الذين انتصرنا في المعركة والكلام؟ ومن الأمور التي يحذر كذلك منها في قضية الأسئلة إشغال المشايخ بالأمور التافهة، مثل أسئلة المسابقات، وهذه كثيرة. وبعد كل رمضان، وهذا شيء ملموس، قضية ملموسة، بعد كل رمضان الأسئلة تكثر في المسابقة، أي شيء ينزل في مسابقة مدرسة، مسابقة كلية، مسابقة جامعة، مسابقة هيئة، مسابقة محل تجاري، يا شيخ من هو أول شهيد في الإسلام؟ يا شيخ من هي أول سرية خرجت؟ يا شيخ كم مرة ذكر العسل في القرآن؟ ثم افرض السؤال يعني سؤال شرعي وإسلامي، السؤال المسابقة موضوع للشخص، للناس لكي يبحث بأنفسهم، وليس يتصل عليهم في مليء الأسئلة صح خطأ صح خطأ كذا والأجوبة بعين يقدم ما، وهذا شيء يفعله ترى الناس ضعفاء، يفعله الناس ما عندهم، لا يقيمون وزنا لأوقات أهل العلم ولا المشايخ ولا لأنفسهم هم أيضا. ولذلك قال لي بعض العلماء، قال أنا أي سؤال أحس من سؤال المسابقات ما أجيب عنه، أقول ابحث أنت مقصود منك أن تبحث، أنت مطلوب منك أن تبحث أنت. ممكن نعذر واحد طالب صغير سأل سؤال، قال يتعود سؤال العلماء أو سؤال المشايخ أو سؤال طلبة العلم، يتعود يشجعه ولو كان سؤال مسابقة، لكن واحد كبير، واحد إنسان في جامعة، واحد ناضج بلغ من السن مرحلة لا بأس بها يجي يسأل شيخ سؤال مسابقة، ومن الأمور المهمة عدم السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به وعن الفرضيات التي لم تحدث. هذا كلام ذكره أهل العلم في كتبه، عدم السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به وما لم يكن سؤال الفرضيات. قال المروني رحمه الله، قال أبو عبد الله الإمام أحمد، قال لي مرة سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقلت له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ أحكمت العلم خلاص، أشياء المهمة أحكمتها حتى تسأل عن هذا السؤال؟ وقال أحمد بن الخطيعي دخلت على أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فقلت أتوضأ بماء النورة؟ نورة خالطة الماء توضأ به؟ فقال ما أحب ذلك. فقلت أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال ما أحب ذلك. قال ثم قمت فتعلق بثوبي وقال إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت
فقال ايش تقول اذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال اذهب فتعلم هذا. اما تسال عن ماء الباقل، الوضوء بماء الباقل، لا، اسال عن تعلم دخول المسجد والخروج من المسجد. وهؤلاء التلاميذ تعلموا واصبحوا جهابذة بفضل هذه التربية. عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا إلا عن 13 مسألة، 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، فكر قبل السؤال، هذا السؤال يفيدك أم لا، ينفعك أم لا، سؤال عملي أم افتراضي لا يحصل إلا نادر جدا. طيب، ما حكم السؤال عن الأشياء التي لم تحدث؟ ما حكم السؤال عن الأشياء التي لم تحدث؟ شيء ما حدث لك، ما حكم السؤال عنها؟ الحقيقة التوفيق بين النصوص والوصلة في الوسط، والله أعلم أن نقول إن السؤال عن الشيء المتوقع حصوله لك، يعني مثلا أنت الآن ما سافرت إلى مكان معين، وفي السفر تتوقع أن يحدث لك أشياء، تتوقع مثلا أنت صمت في هذه البلد، ستذهب إلى بلد صاموا بعدنا بيوم أو يوم، ماذا تفعل هناك؟ ماذا تفعل هناك؟ السؤال عن هذا الموضوع سؤال جيد أو غير جيد؟ سؤال جيد. لماذا؟ لأن هذا الشيء متوقع الحصول، متوقع. لكن أن تسأل عن شيء نادر جدا ما يحدث إلا 1 في المليون، تسأل يمكن يحصل لي، فتدوخ الشخص وتضيع وقته وتهدر الكلام والوقت في فرضيات ما تحصل إلا نادر جدا. فإذا السؤال عما لم يحدث ينقسم إلى قسمين: إذا كان متوقعا حصوله فالسؤال جيد، وإذا كان غير متوقع الحصول فالسؤال مذموم. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام مرتك وما لا يعنيه. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ويدخل في حديث أنه كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وهكذا. ومن الأمور كذلك عدم السؤال عن الأغلوطات وسوء القصد في الأسئلة. وكذلك السؤال عما لا ينبغي السؤال فيه. خذ مثال من السيرة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها صاحبها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهه، وفي رواية احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، ما لك ولها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، ما لك ولها. في أحد يسأل عن ضالة الإبل التي تستطيع الدفاع عن نفسها وتصبر على مر الوقت وعلى العطش وعلى الجوع حتى يلقاها ربها؟ فإذا هذا السؤال لا داعي له. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل. الوعد جاي للشعبي: أنا الآن جهز لك مسائل. فقال الشعبي رحمه الله: أخبئها لإدريس حتى تلقاه فتسأل عنه. وفي البخاري عن يوسف بن ماهر أن رجل عراقي قال لعائشة: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، ويحك وما يضرك، أنت ميت، ويحك وما يضرك. ومن الآداب المهمة أيضا عدم إملال الشيخ بكثرة الأسئلة، عدم إملال الشيخ بكثرة الأسئلة. عن رواد قال: سألت مالكا عن 4 أحاديث،
فلما سألت عن الخامس قال يا هذا ما هذا الإنصاف، ما هذا الإنصاف؟ وكان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزال به حتى ساء خلقه. يعني يكون الشيخ مثلا هادئ الطبع، حسن الخلق، واسع الصدر، من كثرة ما يشغله الناس ويضيقون عليه ويزيدون ويشددون ويكثرون في الأسئلة يتغير خلقه فعلا مع الوقت، يتغير خلقه. ولذلك كان أبو معاوية، هذا كان أبو معاوية، نحن نقوله ذكره أهل العلم في كتبهم، نقوله لتوضيح القضية. كان أبو معاوية يحدثنا يوما بحديث الأعمش عن زر رضي الله عنه، وكان ثم أهل الباتوجة، والباتوجة هؤلاء أبغار ناس ما لا يعقلون جيدا، فجعلوا يردون عن الأعمش عن من؟ يقول عن زر. عن من؟ يقول عن زر. من هو؟ زر. من هو؟ قال عن إبليس. فلما رآه لا يفهمون قال عن إبليس من الضجر. وجاء رجل، جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه، طول عليه، فقال له يحيى في النهاية ما أراك إلا خيرا مني ولكنك ثقيل. يعني أنت حريص لكنك ثقيل، أنت ثقيل. وحضرت مرة، حضرت مرة مجلس عالم كبير من العلماء، فسأله رجل فأضجر الشيخ، أضجر الشيخ يقول تعال لي غدا. يقول بس أنا مستعد للجلسة. يقول تعال لي غدا. فقال أنا ما أستطيع. قال تعال بعد شهر، تعال بعد شهرين مستعجل. فزاد الرجل، قال تعال بعد يوم القيامة، تارك يوم القيامة، تعال بعد يوم القيامة. فإذا الناس إذا كان فعلا ما راعوا العلماء، ما راعوا المشايخ، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا وهذا سليل هاتف وهذا شخص وهذا جاء، ما النفس لها حدود، لها قدرة في التحمل. والواحد منا يعني نحن السائلين يأتي يسأل بكامل عافيته، يأتي شبعان، نعم نايم شبعان نوم وأكل ومستريح، وجاي للشيخ مجهز، مجهز نفسه، والشيخ عنده أسئلة وناس وأوراق ويأتي ليبرز الآن يعني ما عنده من الأشياء. فينبغي أن تراعي أن هذا الشيخ كثر عليه الناس، أن هذا الشيخ حاله يحتاج إلى شفقة. ما وجدت المكان مناسب، الزمن مناسب، اذهب يا أخي، عد مرة أخرى، اكتفي بسؤال واحد، أجل الباقي بعد إلى فيما بعد. وكذلك من آفات بعض السائلين أنهم يحفظون أطراف من المسائل ونتف من الأحاديث مثلا تعلق في أذهانهم، ثم يأتون يسألون العلماء والمشايخ، يقول إيش حكم، إيش معنى حديث كذا، نجيب الحديث غلط ونجيب جزء من الحديث ما حفظون الكلمتين، أو مسألة سمعها في مجلس ما سمع منها، ما عقل منها إلا كلمتين، يأتي للشيخ يقول ما كذا. جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلص عليه، خلص الكلام، فقال له زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسأل. وقال ابن عيينة ضمني أبي إلى معمر، وكان معمر رحمه الله يجيء إلى الزهري يسمع منه، فأمسك له دابته. يقول ابن عيينة كان في مقتبل العمر صغير، أبوه وضعه مع معمر حتى يتعلم من معمر، ومعمر يذهب إلى شيخه وهو الزهري فيه. إذا ذهب معمر إلى الزهري أمسك ابن عيينة بدابة معمر، كان ابن عيينة صغيرا. قال فجئت يوما فدخل معمر على الزهري وأنا ماسك دابة معمر في الخارج، فقلت لإنسان امسك الدابة. فدخلت وإذا مشيخة قريش حوله، حول الزهري، فقلت له يا أبا بكر كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الأغنياء؟ قال فصاحوا بي الناس هذا الكلام،
فصاحبي فقال هو تعال ليس كذا. الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإذا الواحد ما يحفظ كلمتين من حديث أو قرأ مسألة ويأتي إلى الشيخ يجادله بها وبعض السائلين عندهم آفة استعراض العضلات عند العلماء، يبحث مسألة يقرأ فيها ويطلع ثم يتصل بشيء، ما في شيء، ما أغلق، ما استغلق عليه شيء ليسأل عنه، ولا في شيء غريب يسأل عنه، ولا يريد أن يسأل عن راجح بين القولين، لا، وإنما ليذكر للشيخ تفاصيل البحث الذي عمله ويقول يا شيخ ما حكم كذا. الشيخ الآن ما يتذكر كل التفاصيل كمن بحث الآن، الذي قرأ الآن طلع في الكتب، هذا الآن ليس مثله مثل الشيخ الذي بعيد العهد بالمسألة، فيقول يا شيخ ما حكم كذا، فيقول الجواب الفلاني، يقول لكن فلان الفلاني قال في الكتاب الفلاني كذا، ولكن هذه دليلها كذا، ولكن فأنت لماذا تسأل؟ نعود دائما ونكرر على الناس، نقول لماذا تسأل؟ استعراض عضلات، من تعلم العلم ليماري به ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصل به وجوه الناس إليه كبه الله في النار. وبعضهم يأتي بسؤال يلف به على المشاعر لمجرد أن يقول في المجالس سألت الشيخ فلان قال كذا، سألت الشيخ فلان قال كذا، سألت الشيخ فلان قال كذا، يفتخر بأنه جمع أقوال المشاعر. أين الإخلاص يا أيها السائل؟ أين الإخلاص يا طالب العلم؟ أين الإخلاص؟ ولذلك المقصود من السؤال حقيقة هو الاسترشاد وطلب الفائدة، وليس استكشاف المسؤول وحب الاستطلاع وإحراج المشايخ بالأسئلة وفرض العضلات. وبالنسبة من بعض الأشياء أيضا، يعني أعطيكم مثال، السؤال عن أشياء غير مناسبة، السؤال عن أشياء غير مناسبة وفيها شيء من يعني ماذا نقوله من الإجراء، هذا هو السؤال. سمعت أنك أخذت عمرتك، فهل أنت حلقت أو قصرت؟ نرجو منك أن تكشف غطاء رأسك لنا لنراه ابتراءنا. طيب إيش معنى هذا؟ ما هي فائدتنا؟ أنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أنه دعا للمثلثين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، تتعلم حكم الشرع، فتأتي تسأل واحد تقول اكشف لنا شعرك نراه أمام الناس، أو كذلك مثلا أن يسأل الشيخ في قضية ما له علاقة بها أبدا، أو يسأل مثلا يعني مثلا هذه أسئلة وردت في محاضرة أو في محاضرة شرعية، في محاضرة شرعية، السؤال ما هو القولون العصبي وما أسبابه وما هو العلاج اللازم له وهل يمكن الشفاء منه، سؤال آخر. امرأة أخذت بالغلط دم مصاب بفيروس الكبد الوبائي وهي امرأة متزوجة، هل هذا يؤثر على الأطفال الذين تنجبهم فيما بعد، سؤال آخر. لو أخذت المرأة إبرة الحصبة الألمانية وبعد اكتشفت أنها حامل في الشهر الثالث، ما الذي يتوقع من فشورته؟ حدث لي التهاب في اللوزتين، فوصف لي الطبيب دواء معين وقال عندي بؤرة صديدية وبلغم، ثم داومت يومين على الدواء وبعد ذلك انقطعت عنه واحتسب الشفاء مع العلم أن هذا مضاد حيوي، هل يؤثر هذا على القلب أم لا؟ فإذا كونك تسأل شيخ عن سؤال طبي أو هندسي أو فلكي ليس من اختصاص ليس له به اطلاع، هذا أيضا من إساءة الأدب أن توجه له سؤالا ليس له علاقة به. ونأتي الآن إلى الفقرة قبل الأخيرة، أو بقي ثلاث أسئلة، استخدام الهاتف في السؤال. لا شك أن الهاتف أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى، والسؤال بالهاتف أو الهاتف أمر شيء طيبه الله سبحانه وتعالى لنا لكي نستفيد منه، ومن أعظم ما يستخدم به الهاتف إن لم يكن هو أعظم الأشياء على الإطلاق سؤال أهل العلم. لقد كان الناس يرحلون مسافات طويلة
ويسافرون ويتغربون ويتركون الأوطان والأهل والأولاد من أجل مسألة أو حديث وجمع العلم. وأنت بإمكانك الآن استخدام الهاتف الذي يقرب لك المسافات والذي يكون لك بمثابة الاستئذان على بيت الشيخ أو العالم لتسأله. وينبغي أن نراعي في قضية استخدام الهاتف للسؤال أمورا منها: أولا عدم الاتصال في الأوقات المزعجة. بعض العلماء والمشايخ قد يشيل الفيش هذا وتنتهي القضية، وإذا أراد جاء وقت الأسئلة وضعه، لكن بعض قد لا يفعل ذلك، ليس عنده إلا هاتف واحد يطفي في الليل الأشياء الطارئة والمستعجلة، فيأتي واحد ساعة واحدة ليلا أو الثانية ليلا يتصل ويقول عندي شيء أقلقني وما أعرف أنا ملابد أسأل. طيب هل هذا من البر لأهل العلم أن تفعل ذلك؟ ثانيا لوم المشايخ، لماذا لا يردون على الهاتف ولا يفكر السائل في ظروف الشيخ وأحواله وأهله وقراءته وراحته وأكله وشربه وملاعبة أولاده، ولا يفكر في من يسأل من الناس بعده، وإنما يقول كل واحد يعني يفترض نفسه صاحب الحق وأن الشيخ مخطئ إذا لم يرد عليه. ومن الأمور كذلك الذي ننتبه لها في السؤال بالهاتف الاستغراق في السؤال عن الأحوال والحلال والعيال ونحو ذلك. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا بد من السلام والاستفتاح بشيء حسن قصير من دعاء، مثلا أن تقول بارك الله في علمك يا شيخ، نفع الله بك يا شيخ كذا وكذا، يعني شيء بسيط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بك يا شيخ ما حكمك، أحسن الله عملك يا شيخ ما حكمك، لا مؤاخذة يا شيخ على هذا الاتصال ما حكم. هذا شيء بسيط ما يأخذ وقت، لكن إذا كل سائل يريد أن يسأل الشيخ عن حاله وصحته وأولاده وبيته وحلاله فما إذا كان كل واحد يأخذ ولو نصف دقيقة، فلو كان يتصل على الشيخ 100 رجل في اليوم فكم يكون ضاع من الوقت، وكم من سؤال أهجر لأناس يتصلون من مسافات بعيدة على العلماء ليسألون. وأقول لكم بعض الأشياء التي استفدتها بنفسي من سؤال أهل العلم وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نفع الله بعلمه وزاده أجرا وأحسن عمله ورفعه في الدارين آمين. وجدت أن من الأشياء المفيدة اختيار الوقت المناسب، وهو أول وقت الاتصال بالشيخ. فإذا كان الشيخ مثلا يجلس بعد المغرب مثلا بنصف ساعة إلى العشاء، فالحرص على الاتصال في أول الوقت عندما يكون في ذهن الشيخ صافيا، ما يكون فيه زحمة ناس أشياء وناس كثيرين اتصلوا قبله، لابد أن تراعي قضية الناس كثيرين اتصلوا قبله، فعندما تكون من أوائل المتصلين يكون الشيخ قد جاء من راحة، نعم، فيكون أفرغ لك وأحسن. وهذه مسألة تحتاج إلى دقة وضبط في وقت الاتصال. والمسألة التلطف والاختصار كما قلت لكم في مسألة إلقاء السلام ودعاء قصير جدا ثم يتبعه بسؤال واضح، وأنا أعرف أن أكتب عادة من عندي الأسئلة في دفتر، كل الأسئلة التي ليس أسأل عنها مثلا في المسجد وليس عندي علم بها أكتبها في دفتر، وأولا بأول، فإذا جاء وقت الاتصال وضعت الدفتر أمامي ثم بدأت في الأسئلة. وأعرف أن الشيخ مثلا يعاملني بثلاثة أسئلة في كل مرة، فلا أزيد على ذلك، فلا أزيد على هذه الثلاثة. وكذلك لا بد من مراعاة نفسية الشيخ، فأنت تسمع وتنتظر أحيانا يرد عليك، تسمع نقاشا حادا في قضية شخص ملح وناس ما عندهم أدب مثلا، فلو أنك استعملت كلمة واحدة في التخفيف عن الشيخ قبل سؤاله فيكون أمرا حسنا. ثم أيها الإخوة الصبر على الشيخ، أحيانا الواحد مثلا يقصر ربما ثلث ساعة ربما نصف ساعة لكي تلتقط الخط، ثم ما تلتقط الخط إلا على أذان العشاء عند الشيخ، فقد يكون لك الشيخ مثلا
الوقت انتهى، وقت الأسئلة انتهى، اتصل غدا. طبعا الإنسان قد يتبرم ويضيق، أنا الآن متصل، أنا الآن جالس على الهاتف ثلث ساعة أتصل، وربما تجلس على الخط أيضا 10 دقائق وأنت تتكلم من منطقة خارجية، ثم إلى أن يفرغ من المناقشات ثم يقول لك أذن العشاء، يقول لك اتصل غدا. فينبغي إذن الصبر والفسحة في الصدر. وبعض السلف يقول، يعني قالوا له فلان هذا العالم صعب، كيف استطعت أن تدخل عليه؟ قال إني تملقته حتى دخلت عليه، فصار يرحب بي ويسمع كلامي، وتعلمت كذلك أن لا أقول الشيخ يوجد سؤال قوي، اسمح لي آخذ من وقتك 10 دقائق. هذه مقدمات يعني قاتلة بالنسبة لشيخ يسمع. فاختصر السؤال وعرضه. ثم أيها الإخوة، هناك مشايخ مشغولين، تسألهم سؤال محدد جواب نعم أو لا. في مشايخ أفرغ تسألهم عن الدليل، في مشايخ أفرغ تسألهم عن إشكالات في الدليل. انتبه معي، مثلا قد يكون الشخص المتفرغ ليس عالما كبيرا جدا، لكنه طالب علم متمكن، فيفيدك في الأدلة خلاف العلماء، في الراجح، في إشكالات عندك. وأن تراعي أيضا لا تكن أنانيا، تراعي أن هناك أناس ينتظرون دورهم بالسؤال خلفك، أنت ما تنزل السماعة في أناس كثيرون يتصلون، وقد يكون عندهم قضايا أهم من القضايا التي تعرضها أنت. والمشكلة أن إحساس بعض الناس، أو القضية إحساس بعض الناس بمشكلته هو شخصية أكبر من إحساسه بوقت غيره. ثم أنتقل إلى النقطة قبل الأخيرة، وهي أسئلة النساء. المرأة تجد متنفسا لها بهذا، ولا تستطيع أن تسافر ربما لتسأل، أو تذهب بنفسها إلى المسجد لتسأل الشيخ، فيكون هذا الهاتف رحمة لها أن تستعمله. ولكن نلفت أنظار النساء في استخدام الهاتف إلى ما يلي: أولا، السؤال بقدر الحاجة، وربما لو سأل عنها رجل أفضل في بعض الأحيان، وأحيانا يحتاج أن تشرح هي مشكلتها بنفسها فلا بأس. ثانيا، لا داعي للمقدمات، هي تسأل الآن رجل أجنبي كيف حالك وعساك بخير، كيف الأولاد وكيف الصحة، هذا ليس مجال أن تسأل امرأة رجلا أجنبيا. ثالثا، عدم الإطالة والإعادة التي لا داعي لها كما يكثر في أسئلة النساء. ورابعا، عدم الخضوع بالقول، وعدم التكسر، وعدم الميوعة في الكلام. وقد تكون بعض النساء تعودت على هذا، ما يصلح أن تخاطب شيخا أو مجال رجلا أجنبيا. وقال الله عز وجل خامسا: وقلن قولا معروفا، وقلن قولا معروفا. ولا يصلح أبدا أن تأتي امرأة تقول لشيخ أو لطالب علم حتى من الشباب: إني أحبك في الله. يعني هذه من مفاتح، يعني من خطوات الشيطان ومن أبواب إبليس. وكذلك أخيرا، عدم التبسط وإزالة الكلفة مع الشيخ، يعني تتكلم وكأنها تتكلم زوجها أو تتكلم أخاها أو تتكلم أباها مثلا، فتتبسط وترفع الكلفة ويقل الأدب. فهذه بعض النصائح التي نقول أيضا في هذا المجال. نعم. طيب، وختاما أقول لكم بعض الأسئلة الطريفة التي تدل على أشياء مما حصل ووصل. بعض الناس يتصل وهو خائف أن يسمع جواب معين. هذا رجل اتصل قال أسأل السؤال، أنا يعني يسأله خائف من الجواب. أنا أتيت زوجتي في نهار رمضان وما أنزلت، لكني وطئت يعني، ولكن إيش الحكم؟
الجواب ما دام أنك أولدتها فعليك فيها مشاهرين، فلأنها أبيض وسكر السنة. كأنه يعني بعض الناس كأنه خايف من الجواب، خايف يكون الجواب، وربما ظن أنه إذا أغلق السماعة يعني كأنه ما سمع المعلوم، كأنه ما ألغيت ما وحيت. وامرأة تقول مثلا عندي أساور فيها زكاة، ألبسها فيها الزكاة؟ جواب نعم فيها زكاة، حسب حديث أبي داود المرأة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فيها زكاة. طيب ما عندي مثل، طيب تبيعين واحدة منها وتخرجين الزكاة، قالت حشافة كلهم زنا. وأحيانا يأتي السؤال ما تدري هو كيف يعني كيف وصل عقله إلى هذا الحد، يعني يقول رجل أنا اعتمرت نفسي فحلقت شعري ثم خرجت للتنعيم فحرمت لأبي واعتمرت لأبي، فبعدين ما وجد شيء أحلق، ما وجد شيء أحلقه فنتفت من اللحنة في شعره، فهل هذا يعني فكرة وجيهة؟ طيب اسأل عندك في الحرم ممكن تجد ناس من أهل العلم. أو هذا يقول واحد آخر يقول وضعت الساعة لأتسحر، وضعت الخطأ بعد الساعة، وضعت الخطأ وقمت على الساعة مسرع في البيت وجهزت الأكل وأخرجت طعام من الثلاجة ووضعت على الطاولة ووضعت الساعة أمامي وجلست أكل 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 وأنا أطالع في الساعة أكل أكل أكل. طيب ما أذن أكل أكل ما أذن أكل، ثم ليش المؤذنين كلهم نايمين اليوم؟ خاف، يقول قمت وفي ثاني لقمة فتحت الستارة وإذا بالنور ظهر نور النهار، فتورطت اللقمة التي في ثاني، ماذا أفعل ماذا أفعل، أدخل أطلع كيف؟ يقول فأخذت كوبا من الماء وبلعته. طيب لو سامحنا في الموضوع اللقمة هذه التي فيها، طيب كوب الماء هذا الذي أخذه. أو بعضهم يسأل بأسلوب يقول توضأت بدون ما أغسل أحد الأعضاء وصليت ثم وسوس للشيطان من صلاتي غير صحيحة، كيف هذا غسل أحد عدم غسل أحد الأعضاء هذا وضوء باطل، كيف وسوس لك الشيطان من صلاتي غير صحيحة؟ هذا والله ما هو من الشيطان، هذا من الملك الذي دفعك للتفكير بهذا. ومن أشد ما يعني يؤلم أحيانا أن الإنسان يسألك عن مسألة وهناك من هو أعلم منك يستطيع أن يسأل، بل خذوا هذه القصة الآن مثلا أنا أحاول أن أجيب على الأسئلة وأحسن أحوالي أن أنقل فتاوى العلماء، لا عندي قدرة على الفتوى ورحم الله لا أعرف قدر نفسي، أحسن أحوالي أن أنقل فتوى عالم أعرفه في المسألة إلى شخص، يجيك واحد مثلا يسأل السلام عليكم ما حكم كذا وكذا، أنا أكلمك مثلا من الرياض ما حكم كذا وكذا، يا أخي الحكم كذا، لكن ليش ما تسأل الشيخ عندك الشيخ عبد العزيز؟ يقول أنا سألته بس حبيت أتأكد. سبحان الله، يعني فعلا الناس ما يعرفون قدر العلماء، تتأكد من الأدنى على الأعلى من لا يقارن، تتأكد من عن فتوى العالم، يعني فعلا شيء مذهل أن الناس لا يعرفون قدر علمائهم. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وحسن التعلم وحسن السؤال، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.